أمي شوفي، رح نروح ابني، رح نقعد ببيت جدك. بس أنا لسه ما ضبيت كل أغراضي. بكرة مناخدهم. خالق بهار بترجاكي وقفي، أنا كتير أسفة، ما كان بدي يصير هيك أبدا. زهرة، ما بدي أشوف وشك. لك أنتي وأمك دمرتولنا بيتنا وحياتنا. بهار طلعي، بلا حكي فاضي. أنا اللي حكي فاضي؟ ماشي، أنا رح ريحك مني هلأ، صار فيك تعيش مع هاي البنت مثل ما بدك. يلا يا أولاد. بهار، ممنوع تاخدي أولادي على أي مكان. ليلين وروزجار رح يضلوا هون، بس أنتي إذا حبيتي تروحي بدونهم الباب قدامك، روحي. أولادك مو هيك؟ بعتقد أنت اخترت زهرة. لا، أنا ما اخترت أي حدا منهم، الثلاثة هني أولادي وما في شي بيجبرني أني اختار بيناتهم. ها؟ هلأ إذا بدك تروحي بدون روزجار وبيلين فعلى راحتك، تفضلي، يا أما بتقعدي بهذا البيت وما بتطلعي برات هالباب أبداً. ياسمين، خدي اغراضي على غرفتي لشوف. اسمعي، تمام، يلا دقيقة وبجي لعندك. اسمعوني، أنا رايح لحل هالموضوع، لازم أعرف من وين إجت هاي الحبوب، وأهم شي بدي أعرف كيف وصلت لإيد بنتي بيلين. ما بدي أي خلافات بغيابي. شو ما كانت مشاكلكم بتحلوها مع بعضكم.